الإنترنت، ذلك العالم الافتراضي الذي أصبح واقعاً مفروضاً علينا، حيث يأخذ هذا العالم الحيز الأكبر عند كافة شرائح المجتمع وخاصة لدى الشباب. كاميرا الإخبارية السورية استطلعت عينة من الشباب والطلاب حول كيفية استخدام الإنترنت، وهل أصبح هذا العالم الافتراضي إدمان؟ وماذا لو أصبح هناك ما يهدد هذا العالم ويؤدي إلى انقطاعه؟ إذا قطعوا عنك النت يوم كامل، ما عاد في عندك وسيلة لأنك تتواصلي عبر الإنترنت، شو بيكون شعورك؟ هلا أكيد ملل وهيك يعني، بس إنه مو مدمنة يعني، لحتى جنان إنه بدي نت. مصيبة كارثة. تحس حالك إنه مقطوع عن الأخبار وهيك، ويعني تحس بملل كل شيء، مستحيل. معادي لا، أوقات فراغي يعني، مو إنه بشغل حالي وكذا عشان النت، لا عادي. عن جد عادي، ما عندي مشكلة. بحس شي ناقصني يعني، صار مثل الأكل والشرب وهيك يعني، كل يوم لازم. عادي بالنسبة لي، ما عندي استخدام كتير للإنترنت. كم ساعة بتعطي الإنترنت من وقتك؟ ما في وقت محدد يعني، على طول شغال الإنترنت يعني. مو أقل يعني 7 ساعات باليوم، بس مو متواصلين طبعا يعني، عرفتي أنه بشيك وبرجع بشيك وبرجع. ساعتين من هال8 ساعات والباقي فيسبوك والقصص. بحاول أنا بعد عنه قدر الإمكان، بس يعني كل مرة بتلاقي شيء برامج جديدة وشيء على هاد صور وما بعرف شو ايه، ف يعني الواحد لحاله بصير بده يرغبه. ما حدا في يعيش برامج. تعددت الآراء حول كيفية التعامل مع العالم الافتراضي واتفقت من حيث حتمية استخدامه. العالم الافتراضي أو الإنترنت عند الشباب وسيلة تواصل، ترفيه، تسلية، إدمان. للإخبارية السورية سالي شار، دمشق.